مولاتي السلطانة، قالوا لي بدك تشوفيني. ايه مزبوط سيمبول، تعال عندي. مولاتي السلطانة، إذا قصرت بشي بيكون بدون قصدي، سامحيني. عاطي للسلطان خبر، قل له بدي شوفه وأحكي معه. مولاتي السلطانة، مولاي هلأ مو بالقصر، بس يرجع لهون رح خبر حضرته بهذا. روح شوف وينه وخلي يجي. سنبول أغا، سلطانة الأم بجناحها هلأ شي؟ روحي من وشي هلأ فريال، عندي شغل لفوق راسي. يا صبور يا رحيم. مي، عطوني مي. مولاتي السلطانة، سلطانة، سلطانة، اطلعي برا. مولاتي، عم آخذ من وقتك مولاتي، بس في موضوع كتير مهم وبدي أحكيه مع جلالتك. مولاتي، سلطانة، سليم خلي سيفك مستقيم. أنا عم ساوي هيك. مو هيك، ارفعه شوي أكتر. هو أصلاً ما بيعرف يمسك السيف. هلأ أنا بورجيك. أخ، أنا اللي راح ورجيك. يلا تعال تعال ورجيني. خلص يا أولاد بكفي، يلا روحوا هلأ. بس أنا سليم قلت بكفي. محمد خليك بديك. هنن عطول بيتخانقوا، أخواتي مستحيل يتعلموا إذا بيضلوا هيك يا أخي. طيب ورجيني أنت شو متعلم، يلا خود سيفك. يا عربش اسرع أكتر، الله يخليك. يا عديمة الأخلاق، ما بتعرفي شو مساوية؟ أنا بعرف بالعلاقة اللي بينك وبين إبراهيم باشا. بس يا مولاتي، أصحك إنك تنكري. إدريس شافه طالع من عندك. افتراء، شو بده يكون في بيني وبين الباشا؟ لا تصدي هالشي. ليش؟ ومين إله مصلحة يكذب علي؟ وقت عينتوني المسؤولة بالحرم لك، مولاتي كتير في ناس عادوني وعم يفتروا علي. سكرت أمك، هذا هو جزات المعروف؟ لك يا عب الشوم عليكي، لا تكوني نسيتي مين أنت يا بنت. أنا عملتك مسؤولة الحرم لك، حتى بنتي خديجة جوزتك بإيدها، أنت ما بتستحي تساوي هيك؟ مولاتي عم قلك سكرت أمك. فكرناكي عاقلة وشريفة وبتعرفي حدودك منيح، بس للأسف طلعتي وحدة حية.
رح خليهم يقطعوا لك راسك. مولاتي الله يخليك يرحمينا. سلطانة أنا حامل جواتي روح ما ألا ذنبي أي شيء. وفوق هيك أنت حامل منه؟ سلطانة أوعك تقربي مني. مولاتي السلطانة، حضرتك بعدتي وراي؟ بدي تاخدها من هون يا سمبل. انتبه لها منيح ولا تخليها تطلع من الحرم لك. ليش لساتك واقف؟ تحت أمرك مولاتي. قليلي لشوف شو عاملة؟ ولا شي. شو بدي كون عاملة؟ ولا شي؟ حاجة كذب. مولاتي مزعوجة منك، كأنه في مصيبة كبيرة. تركني روح هلأ سنبل. لا ما في روحة، ما سمعتيها؟ بس أنا ولا كلمة. امشي امشي قدامي يلا. هيك يا إبراهيم؟ لك أنت مين مفكر حالك لا تساوي هيك؟ هلأ جنيت على روحك. يا ريت لو ما تروح. أنا مشتقت لك وحابة تضل هون، زمان ما قعدنا. خديجة ماشي، رح استناك اليوم بالليل. لازم هلأ أروح لأني بدي شوف السلطان. وأنا كمان رح أروح معك، بدي شوف السلطانة الأم. ماشي يلا، لكن جهزوا حالكم رح استناكم. سلطانة إدريس آغا خير؟ شوفي ولا شي سلطانة. بدي منك تنسى كل شي شفته أو سمعته عن الباشا. المهمة خلص انتهت. أنا تحت أمرك يا سلطانة. قلن يجهزوا العرباية، رح نروح فورا. والله ما بعرف الأوامر هيك. شو لوين سمبول؟ ما كان ناقصني غيرك. انت شو دخلك كمان؟ ولا لازم نستأذنك بكل شي بدنا نعمله؟ فريال خانم شوفي شو القصة؟ سمبل عمل لك شي؟ لك اسمعوا شو عم يحكي هاد؟ أنا ما إلي علاقة بنوب. اسألها لهي الخانم شو مساوية؟ مولاتي كتير معصبة منها وقالت لي بتروح بتحبسها بالغرفة. شو اللي صاير؟ كيف بدنا نفهمه هذا هلأ؟ قلت لك ما بعرف أنا. هل عني وئام؟ لك شبك سمبل؟ شو نسيت إن المسؤولة عن الحرم لك؟ ما بيصير هيك، لازم نعرف لوين. هيك الأوامر. جلعوتة بعد. خسرتك يا محمد. Thank you.
أمي؟ مصطفى بعيد عنه! محمد لا تخاف حبيبي، شوف أنا إجيت لعندك. معقول إنك تقتل أخوك؟ مو بتحبه على أساس؟ أمي شوفي، بس نحنا كنا عم نتدرب بالسيوف سلطانة. لا تكذب مصطفى. وينو سليم وبيزيد؟ شو عملت لي بولادي؟ شرفي ليكن. هلأ بتكون هيام وصلت على قصر السيد سلطان. لو بتشوفيها كيف طلعت عم تركض مثل المجنونة. لشوف شو رح تعمل هلأ. مصطفى عمل تصرف كتير مزبوط، قال خايفة إنه يؤذيهم للولاد. سلطانة شوفي جنان، عم يصير شي بالحرم لك مو مزبوط. سنبل أخذ فريال خان ومساحبة من إيده، مثل ما سمعت إنه مولاتي معصبة كتير منه. مولاي هيام، شو جابك لهون؟ أنا أجيت لهون لحتى أشوف الأولاد مولاي. ليش ما عطوكي خبر؟ أنا أخذت الأولاد مشان أقضي أنا وياهم شوية وقت مع بعضنا. ما حدا قال لي إنه الأولاد معك يا مولاي، قلت بيجي وشوفهم لأنه كنت قلقانة عليهم. وئام شش. وئام دخيلك ساعدني، طالعني من هون، أنا لازم أروح. بالأول احكي لي شو القصة حتى أعرف شو ساوي. بوعدك احكي لك بس مو هلأ. وئام أنا لازم أطلع فورا من القصة. شوفي فريال، أنا رح أعرض حياتي للخطر بس مشان طالعك من هون، لهيك أنا لازم أعرف كل شي. الموضوع كله بخص الست درة. أنا بهنيك يا مصطفى، أنت وأمك اتضحكتوا علي وطلع بإيدكم. الكره والحقد اللي جواتك ساعدوني سلطانة. أنا كان هدفي إني وصل لك شيء. شو هو؟ إنه أنا ماني مثلك، ما فيني لوت إيدي بدم الناس وخاصة أخواتي. نسيت شو ساويتو؟ وقت يلي مرت جلالة السلطان، أمك ناهي الدوران هددتني بولادي ومولاتي هربتنا. مو صحيح هالحكي بنور، بعدين أنا ما دخلني بالموضوع. حاج بقى، كنت بتعرف بس أنت ما حكيت. مستحيل انسى يا مصطفى. أنا في مواضيع كتير مستحيل انساها. بسببك ابني مات قبل ما يشوف هاي الدنيا، حاولتي كمان انك تقتليني. منيح اللي اجيتي يا هويا، هون بتشمي شوية هوا نظيف. اجيت بدون ما خبرك، ان شاء الله ما اكون زعجتك. معقوله تزعجيني خديجه؟ تعالي. انا مبسوطه كتير امي، اجيت اليوم خصوصي مشان خبرك، صار فيكي ترتاحي. شو يلي صار؟ انتو بتعرفوا انه العلاقه بيني وبين ابراهيم صار لفتره مو منيحه، بس امبارح خلص انحلت.
إبراهيم باشا بالقصر؟ ولا صوت. سنبول له أدنين طوال كتير بلا ما يسمعنا هلأ. اللي هو هون ولا لا؟ أنا شو بيعرفني؟ أستغفر الله، ليش إذا كان هون رح ياخد إذني؟ يعني أنا مثلي مثلك. أهلا وسهلا بالحبايب. لوين يا حلوين؟ ليش ما خبرتوني؟ ما قلت لك قبل شوي؟ أدنيه طوال وبيقدر يسمع حتى دبيب النملة. سكوت خلاص. أنت خلاص ولا كلمة. سكر تمك. أنت سكر تمك لعما بعيونك. استحي بقى. أقسم بالله رح خليك تاكل أصابيعك ندم على هذا الحكي. أنت شو عم تساوي هون أنت وياها؟ ولا شي، عم نتمشى. ممنوع شي؟ قال عم نتمشى. سنبل آغا ما بيفوت براسه هالحكي. انتو كنتو ناويين تهربوا ما؟ فريال ممنوع انها تطلع من الحرم لك. لك يا زلمة ليش نحن وين هلأ؟ لا إله إلا الله، مو هذا حرم لك ولا شو اللي نحن فيه؟ طلع فيني، لا تجبروني اني استخدم معكن القوة أبدا. جلعوت، جربوع، ملعون. مبارح خليتك تقلقي على الفاضي، كان إلي كم يوم مثل المجنونة. أنا كنت مفكرة أنه الباشا عم يخوني. خديجة اسمعين، الموضوع طلع مو هيك يا سلطانة. أنا ظلمته، قلت لك الباشا مستحيل يساويها. الباشا بيحبك كتير. الحق معك ألفت، لو شفتي شو كان رقيق معي، خلى شكوكي كلياتها تروح بلحظة. بعرف إنه لساته بيحبني، أنا بحبه كمان. رجعنا مثل الأول. سلطانة، أنت شو صاير لي؟ مبين على وشك مو مرتاحة، لا تكوني مريضة. بنتي أنا مبارح طول الليل ما نمت، هذا هو السبب. لازم تتصرفوا كتير بهدوء، ولا تخلوا فريستكم تحس إنه أنتم موجودين أو قريبين منها. انتبهوا على كل خطوة، حتى حاولوا أنتوا عم تتنفسوا يكون صوت النفس خفيف. أنا بحبش نفس منيح. أنا ما راح أتنفس أبدا. هلأ دورك محمد. نحن راح نضل هون، راح أخذ الأولاد برحلة صيد. أنت رجعي على القصر يا هويا. هي أول مرة ببعد فيها عن ولادي، مو مرتاحة. مولاي السلطان، السلطانة الأم بعتي خبر، هي حابة حضرتكم ترجعوا على القصر بسرعة. قال الموضوع مهم كتير. وشو هو هالموضوع؟ ما عندي معلومات مولاي. سلطانة؟ شو القصة يا ست فريال؟ لسا مبارح مولاتي عينتك المسؤولة عن الحرم لك. يمكن الشي اللي صار هو يلي خلاني اتوتر، ولما سمعت ما قدرت اتحمل هالشي. فهميني انت شو قصدك؟ درة خانم طلعوا لقطاع طرق وهي راحة عبيقوز يا سلطانة، وسارقين لكل شي ومحاولين يقتلوها كمان. لو شفتي حالتها. يا ربي، ما عرفتوا مين اللي سوا فيها هيك؟ لهلأ لسه ما عرفوا يا سلطانة، بس
أكيد يلي طلعوا له بيعرفوا إنها رح تمرق من هنيك. ليش أنا شو دخلني؟ ليش عم تطلعي فيني؟ كوثر سلطانة عم تفتري علي؟ أكيد لعبوا هاللعبة ليرجعوها لهون. إبراهيم باشا تعال. اجت رسالة من سيد أسياد أذربيجان باشا. أخيرا هات لشوف إلي شو كاتب فيها. وافق يعمل مثل ما أمرت حضرتك، رح يقضي على سيد بتليس اللي تعامل مع الفرس. بس خبرنا أنه هو اضطر هلأ ينسحب بسبب الدعم يلي إجا من إيران يا باشا. مع أني نبهته عن هذا الموضوع كتير، هذا المتوقع، هذا اللي كنت خايف أنه يصير يا إياس باشا. بعد جنودي خبروه لعلم باشا فورا، إما بيقطع راسه لهذا السيد شرف أو أنا رح أقطع راسه وقت اللي رح يجي. أمرك باشا. شو صاير هون؟ مين يلي برا؟ هذا الدفتر دار اسكندر شلبي، بتعرفه يا باشا، هذا كان ببورصة. مولاي السلطان هون؟ مولاي طلع على الصيد مع الأمراء ورح يضل هنيك كم يوم. منيح كتير. جلال زادة، وصلني خبر إنه وقعتوا اتفاقية صلح مع الملك شاركان، حابب أعرف أكثر عن الموضوع. بدي أشوف شو في براسه لشاركان وشو بده مقابل هذا الصلح. إيه أكيد. إبراهيم باشا. بسكندر شلبي، كأنك طولت هالمرة، خفنا يكون صار معك شي هنيك. يا باشا أعمال الدولة كتيرة، فخلصت وإجيت. إيه طبعا. ويام شو صار؟ ما طولتي بالمشوار؟ روحوا على الجناح هلأ بجي. بمين انتي متأملة يا ناهي الدوران؟ بمصطفى؟ هو بده يخلصك؟ عم تستني منه يعمل يلي ما عمله إبراهيم باشا ومولاتي؟ طولي بالك شوي ورح تشوفي يا هويام، بكرة أكيد كل واحد فينا رح ياخد حقه. صلك زمان عم تتعذبي، من وقت طويل ما ضحك وشك، وإذا بسألك رح تقولي هالشي بسببي. بس هالشي مو مزبوط ناهي الدوران، مو أنا يلي وصلتك لهالحالة. انتي شو بتقصدي؟ ما فهمت. مو شايفة؟ ما طلعي حواليكي ورح تعرفي، ولا بتحبي قلك انا هويام رح تبقي لحالك ناهي الدوران؟ انتي عم تخسري كل الناس يلي بتحبك ويلي كانت توقف جنبك على طول. بالاول السلطانة خديجة، وبعدين مولاتي السلطانة، ورح يجي يوم ما رح يضل حدا حواليكي ابدا، لا ابراهيم ولا حتى مصطفى. بجوز ما رح كون موجودة بهداك اليوم، بس كوني واثقة أولادي رح يكونوا. لا تستغربي أبدا، رح يعاملوك كتير منيح وأكيد رح يحترموك كتير، لأني أنا ما عم أزرع الكره والحقد جوات قلوبهم. أنا بدي إياهم يطلعوا بيشبهوا أبوهم، يكونوا مثله عادلين. شو صار معكم بخصوص حلب؟ امتى يا باشا ناويين تروحوا؟ ان شاء الله بكره رح نروح نحن. انا خبرت الخزينه مشان المخصصات يلي رح نحتاجها مشان الحمله. كون مطمن يا باشا، انا رح اهتم بكل شيء. دستور حضره السلطان سليمان المعظم. مولاي السلطان اهلا وسهلا. اسكندر شلبي، ليش ما عم شوفك كثير؟ كيفك؟ داعي لكم بالصحة والسلامة يا مولاي.
بس يكون عندكم وقت أنا حابب إنه أحكي عن الإصلاحات اللي عملناها. بعدين بنحكي. إبراهيم باشا. مولاتي؟ مولاي راح على قصر الصيد؟ إيه راح. كان ناوي يضل كم يوم هنيك، بس أنا بعثت له خبر إنه يرجع. شو اللي صاير مولاتي؟ ليش لحتى يجي؟ في موضوع مهم كتير. قليلي مين زعجك أمي؟ هو يامشي؟ ولا لا تكون ناهي الدوران؟ لا هي ولا هي بنتي، الموضوع هالمرة أكبر من هيك بكتير. صاير كل يوم عم يجي أسوأ من اللي قبله. شوفي أمي، عم تخوفيني. أخ يا خديجة، يا روح قلبي أنتي. مولاتي السلطانة، مولاي السلطان سليمان شرف هلأ على القصر وعم يستنى حضرتكم. أنا المساء بشوفك خديجة، ارجعي على قصرك. خير مولاي، ما طولتوا، إن شاء الله ما صار شي معكم هنيك. ست الكل طلبتني، قال في موضوع مهم. خبرني، صاير شي هون؟ ما عندي علم بنوب، أكيد لو في شي كانوا خبروني. بعد شوي منعرف. شو هاد اللي بإيدك؟ هي بعت السيد أسياد أذربيجان علم باشا اليوم يا مولاي. قدر السيد شرف انه يصد قواتنا بدعم من الصفويين جلالة السلطان. نصره هاد رح ينحكى عنه كتير لانه فاجأ الكل يا مولاي. صدقني افضل انتصار هو يلي بيجي بدون ما ترفع سيفك. وطالما هيك هو بده ولهون بده يوصل. وحط حجر قدامنا لنوقع. انطلق فورا يا ابراهيم. لازم نحط لهم حد للي انتهزوا حملة الغرب وحاولوا انهم يتمردوا علينا. طمنوا مولاي، خلصنا كل التجهيزات وان شاء الله بكرة رح ننطلق. ابراهيم عم بيخونا لخديجة، عم بيخونا مع فريال. كيف بيساوي هيك فيه؟ أنا شو عملت له أمي؟ أنت رح تدفع ثمن هاي الخيانة يا إبراهيم. عشقنا مشان هيك وحدة؟ من اليوم ما عاد لك مكان بقلبي، أنا طلقتك. تفضلي مولاتي السلطان. بعثت له خبر لعلم باشا مولاي، يا بيقطع له راسه للسيد شرف أو رح أقطع له راسه بإيدي. لازم تاخدوا احتياطاتكم، ممكن هيك شي يعمل تمرد جديد. وحدة جيشنا كتير مهمة مشان ندخل تبريز. أهلا وسهلا ست الكل.
مولاتي. طمنيني إن شاء الله صحتك منيحة. فريال خانم جبت لك شوية أكل. يلا لشوف هلأ الشوربة بتبردها. مجاع بالي أكل. في أي خبر وئام؟ عم يقولوا مولاي رجع ومولاتي عنده هلأ، أكيد بدها تخبره بموضوع درة خان. ولعل هالمصيبة مولاتي عند السلطان؟ أنا لازم روح من هون هلأ وبأسرع وقت وئام. أنا ماني فهمان ليش توترتي هيك، أكيد ما رح يقطعوا لك راسك مشان كلمتين فريال. بس أنت في شغلات ما بتعرفها. وأنا من وين بدي أعرف إذا أنت ما حكيتي؟ وئام الله يوفقك، حربني من هون وإلا رح يموتوني. شو هالحكي هاد؟ والله بجن إذا ما عاد بشوفك. كل الشوربة يلا. مولاي أنا رح أروح على أوضتي، اسمحوا لي. مولاتي. ست الكل، قلقتيني كثير عليك. خير، شو هو الموضوع اللي كثير مهم؟ مو عارفاني بشو بدي بلش، لأنه نتائج صعبة. فيكي شي؟ أمي، أمي شو صار لك؟ أمي، أمي يا حراس، شو صار لك؟ بسرعة جيبولي الحكيمة. أمي حكيني، طلعي فيني أمي مشان الله تنفسي. يا الله شو صار لي يا ربي؟ أمي، أمي، أمي دخيلك يا الله، شو صار له؟ إبراهيم، أمي، أمي أنت سامعتيني؟ أمي، أمي ردي علي، أمي مشان الله تنفسي. أمي يا الله دخيلك، أمي دخيلك، دخيلك فيي. أمي مشان الله ردي علي، أمي، أمي مشان الله تنفسي. ليش لسه ما اجت لحكيمي يا إبراهيم؟ يلا أمي، أمي لا تتركيني. أمي، أمي طلع فيني. شو عم تستنى يا إبراهيم؟ روح جيب الحكيمة. أمي، أمي طلعي فيني. أمي ما فيني أعيش بدونك إن شاء الله. أمي، أمي تنفسي. أنا السلطانة حفصة، ولدت عام 1479 بالشتاء بالكيرن. أنا بنت السلطان منغلي كيراي. بهديك السنة كانت الشتوية قاسية كتير، حتى البحر تجمد. قالوا لها لأمي هالبنت ما رح تشوف الربيع. قامت أمي لفلفتني بالجلود وصارت تدعي وتصلي كل ليلة مشان بنتها الصغيرة تعيش، والله استجاب لدعائي. بتذكر وقت اللي صار عمري 15 سنة أخذوني برحلة بحرية باخرة. كان وقتها هاديني إياها أبي من مينا كيرش، ونزلت مثل العروس بمرفق ترابزون وبرفقة أسطول عثماني كتير كبير. وبعدين قرر أبي والسلطان بايزيد إنه يزوجوني من السلطان سليم، وضليت أنا وياه حوالي 26 سنة حتى فرقنا الموت. عشنا مدة طويلة بقصر الأمراء بترابزون. ابن سليمان ولد بهداك القصر. الله سبحانه وتعالى رزقني إلي ولسليم بولاد كتير، بس ما انكتب لي نصيب إنه شوفهم عم يكبروا قدامي. توفوا ولادي ثلاثة يلي ولدتهم بعد سليمان، أرهان وموسى وقرقط، كلهم بنفس المرض يلي عجز الأطباء وقتها. تركناهم بقبورهم صغيرة بترابزون. حاولت واسي حالي بسليمان وخديجة وبنتي الصغيرة بيان. عشنا خوف ورعب كبير وقت صار الصراع بين السلطان سليم وإخواته التانين مشان العرش، وكان همي الوحيد إنه أحمي. أمي
وصلنا خديجة. دافعت بكل قوتي عن ابني الوحيد مشان ما يكون ضحية بهذا الصراع الكبير. رحت معه على كل سنجق مشان ما أتركه لوحده وأحميه على طول. أنا السلطانة حفصة، أمه لجلالة السلطان سليمان. مولاتي أهلا وسهلا. يا حبيبي يا روحي، لو تعرف قديش مشتاقت لك. وأنا مولاتي ما صدقت إمتى أشوفكن. خديجة، شو هالجمال هاد؟ كبراني كيفك سلطانة؟ منيحة بشوفتك، لو تعرف قديش أنا مبسوطة. أنت ابني كيفك؟ مبسوط كتير سلطانة، منيح نشكر الله. درة خانم وينها؟ فريال، شو صاير؟ احكي. درة خانم، انا شو بدي ساوي؟ انا خلص انتهيت. شغلتي لي بالي، احكي لشوف. شوفي بس امسحي دموعك بالاول واهدي. كنت عند السلطانة الام، رحت مشان احكي لها شو صار معك. ضربتني كيف قبل ما افتح تمي بكلمه. وليش ضربتي؟ هي طلعت بتعرف كل شيء، يعني عن علاقتي مع ابراهيم باشا. الله يستر. كنت متأكدة ان هالموضوع رح يصير. طيب كيف تركوكي؟ ويام ساعدني إنه أهرب من القصر. السلطانة الأم أكيد بتكون حكت له لمولاي السلطان، رح يقتلوني. مو وقت البكا، جهزي حالك، ما لازم تضلي هون، هربي. شو وضعها هلأ؟ مع الأسف مولاي ما طالع بإيدنا شي، ما في قدامنا إلا نستنى. شبه أمي. شو صار للسلطانة الأم يا سنبول؟ صحتها كانت منيحة كتير. مزبوط، كانت كتير منيحة يا باشا، وما شاء الله عليها. بس ما بعرف كيف بدي خبر حضرتكم. احكي يا بني آدم. باشا، مو حابب اني اظلم هاي البنت بنوب، بجوز ما يكون الها ذنب، بس هالموضوع له علاقه بفريال خانم يا باشا. وشلون يعني؟ شو دخل فريال بالموضوع؟ مولاتي السلطانه خصوصي بعتت وراي وكانت هي عندها، قالت لي احبسها بالغرفه.
ولا تسمح لها تطلع من هون نهائيا. هذا اللي صار بالضبط. طيب وين فريال هلا؟ استغلت انه نحن مشغولين بمرض مولاتي قامت هربت. ما حدا يا باشا بيعرف وين فريال هلا، ومثل ما بيقولوا ارض الله واسعه. طيب هلا شو المشكله سمبول؟ ما سالتوها شو القصه؟ سالتها معلوم، قلت لها انت شو عامله يا فريال؟ ايه والله ما رضيت تقول شيء ابدا والله. ماشي يلا بسرعة، لازم تطلعي فورا. قولي لها للست زبيدة انه انا بعدتك. الست كتير منيحة، بتضلك كم يوم عندها وبعدين بجي انا، ومن هونيك منروح على المزرعة اللي بتشطلجة. درة خانم الحمد لله انك هون، انا شو كنت رح اعمل بدونك انا ويلي ببطني؟ لك استعجلي شوي هلا بيجوا. مين بده يجي؟ انت ضبي هدول وتخبي، انا رح اشوف. درة خانم هذا نصوح افندي. نصوح افندي كيفك يا خانم؟ قلت بمرق عليك وبشوف إذا كان لازمك شيء. تعرفي الباشا رح يطلع على الحملة ووصاني فيك كتير. ليش أنت ما عطوك خبر؟ أي خبر؟ الحرامية تعرضوا لدرة خانم وهي بالطريق، يعني بصعوبة لقدرت تتخلص حالها. وهلأ عم تقول يا وئام؟ سلطانة ما كنتي موجودة وقتها، وبعدين أنت بتعرفي نحن انشغلنا بالسلطانة الأم. آخ يا ربي هلأ فهمت، لهيك مولاتي مزعوجة كتير. اي صحيح، مولاتي بتحبها لدرة خانم، كانت عطول جنبها، ما كانت حابة انه تقلعها من القصر. في شغلة انا ما فهمتها، السلطانة ليش عصبت على فريال؟ يعني أكيد مو من شان درة خانم. هالمجنونة رايحة لعند مولاتي وقالت لها كله بسببك. فريال متجاوزة حدودها كتير ورافع صوتها بوشها يا مولاتي، وهالشي ما بيجوز بنوم. فريال ذكية يا وئام، مستحيل تساوي هيك شي. درة خانم كلنا زلنا عليها، بس ما بيصير تساوي هيك شي، هي اسمها قلة أدب. يلي ساويته غلط كبير. أنا ما صدقت إنه تصالحت أنا ومولاتي. هلأ شو لازم ساوي؟ سلطانة سامحيني، بس موضوع مرض مولاتي لازم تستغلي منيح. وكيف بدك يعني استغله يا كوثر؟ سلطانة وضع مولاتي مو منيح، كل الحكمة عم يقولوا إنه لازمها وقت طويل لحتى تطيب، ويمكن ما تقوم أبدا. يعني أنا بقصد مين رح يكون مسؤول عن الحرم لك بغيابه؟ بالنهاية القرار رح يكون بإيد جلالة السلطان، أما بالنسبة لقوانين وقواعد الحرم لك فالصلاحيات رح تكون بإيد أم ولي العهد. كيف؟ ما بصير ناهي الدوران رح تستلم الحرم لك؟ هيك القوانين يا سلطانة، بس أنا ما عم حط هذا الاحتمال. السلطان ممكن ما يرضى بهالشي، خاصة بوجودك. إدارة الحرم لك قوة مو قليلة يا سلطانة. الشخص اللي بيستلم هالمنصب ما حدا بيسترجي عادي يا سلطانة. مشان هيك دورة للسلطانة الأم تقوم بالسلامة. سلطانة سامحيني، بس القوانين هيك. مولاي ما رح يرد على كل القوانين، انتي بتعرفي بس يكون الموضوع بخصه ايام ما بقى يشوف بعيونه. اول شغله هو حراره، وبعدين الزواجه،
أنا متأكدة إنه ما رح يسلمني الحرم لك كوثر. بكرة السلطانة هيام ما رح ترحمنا أبدا، هي من غير شي مطايقتنا. سلطانة، إذا في شي ممكن نعمله ونساعدك فيه. أصحيك، نحن لازم نستنى شوي لحتى نشوف شو رح يصير. فريال خانم خايف كتير، عم بتقول السلطانة عرفت بموضوعكم. يا ترى مين خبرها لمولاتي؟ ما قالت لك؟ لا يا باشا، ما قدرت تحكي لي أكتر من هيك. نصوح، نحن لازم نعرف مين وصل لمولاتي هالخبر. بجوز يروح يقول لحدا غيرها. ادخل. حضرة الباشا، شو فيه؟ السلطانة ناوية تبقى هون الليلة، إذا ما كان بدكم مني شي أنا رح روح. إيه ماشي. شو رح نساوي هلأ يا باشا؟ روح لعند فريال، وإلا لا تروح لأي مكان، بجوز ترجع. اجيت لعندي، كانت كتير مزعوجة من الشي اللي رح تقلي اياه. يمكن تكون زعلانة على درة خانم، بجوز كانت جاية لتحكي لك عنها. لا يا مصطفى، كانت خبرتنا بالأول، أكيد في شي تاني. وشو ممكن يكون هالشي؟ ما بعرف شو هو، بس الواضح إنه في موضوع بيخص حدا منا. خديجة، ما في داعي إنك تخافي حبيبتي، إن شاء الله رح تقوم بالسلامة. إمتى رح ينتهي هالكابوس مولاي؟ المرض والموت رح يضلوا حوالينا مو راضيين يفارقونا. إمتى رح ينتهي هالكابوس سليمان؟ المرض، الموت، حيضلوا حوالينا ومو راضيين يفارقونا. مولاتي، شو هو اللي زعجك؟ شو مخبي عني؟ بس ما يكون بابا مريض؟ لا ابني، مولاي صحته منيحة نشكر الله، بس... بس شو؟ كنتي قايلتي لي إنكم رح تيجوا بعد العيد، شو صار لحتى إجيتوا بكير؟ سلطانة؟ هاد لمين؟ إلي سلطانة. حلو كتير، وأنا بدي أتعلم كمان، بدي أسمعك شي مرة، تعزف لي؟ طبعا سلطانة، طلباتكن أوامر بالنسبة لإلي. كتير مرعوبة سليمان، عم فكر على طول بمستقبلك ليل ونهار، لو تعرف شو عم بيقولوا بالحرم لك. شو ما قالوا ما تردي، ما في أب بيأذي ابنه، مستحيل. أمي، نسيت شو عملوا فيك وقت طلعتوا على الصيد؟ لو ما إبراهيم وقف جنبك كنت متت. مستحيل فكر إنه أبي ممكن يأذيني. وأنا ما بدي فكر هيك، بس ما حدا بيعرف شو هي الحقيقة سليمان. يا روح قلبي، أنت ابني الوحيد وولي العهد، بوعدك إنه ما رح أتركك أبدا، ما بدي إياك تروح ضحية هاللعبة الوسخة. أنا ما رح أخلي حدا يقرب منك. خديجة، حبيبة قلبي، أختي الغالي، تتذكري لما أمي وعدتنا
إنه رح تضل جنبنا على طول وما تتركنا لحالنا أبداً؟ فهيم باشا طلب مني خبرك مشان ترجعي على وظيفتك بالقصر. بس كيف؟ السلطانة الأم بسببي صار فيها هيك. والله ما بعرف، بس يمكن الباشا ملاقي شي حل لهالمشكلة. السلطانة الأم هلأ من وين عرفت بهذا الموضوع؟ قالت لك شي؟ ما عندي علم بنوب. حاولي تتذكري يا خانو، يعني مو معقول السلطانة تكون عرفت لحالها. إدريس شافه طالع من عندي. إدريس آغا اللي موجود بقصر السلطانة خديجة. هيك لك هان. درة خانم؟ بعدي ما بدي اسمع ولا كلمة. ما كنت متوقع أن السلطانة الأم بسببك مرضت وممكن أن تموت. لا تقولي هيك، اللي صار بالسلطانة مو بقصدي. قلت لك سكتي ولا كلمة. عن جد حرام، على طول كنت حذرك من هالموضوع. لو سمعتي مني وقتها ما كان صار كل هالشي بالسلطانة الأم. كبرتي راسك، سويتي اللي بدك اياه. طول عمرك رح تحملي الذنب برقبتك اذا لا سمح الله ماتت السلطانة الأم. انا شو طالع بايدي يا درة خانو؟ يمكن يكون قدر انه يصير معاه هيك. القدر؟ وإلك عين تحكي؟ واللي ببطنك شو هاد؟ كمان القدر هو اللي بده اياك تكوني حامل؟ شو ذنبه هالولد اللي جواتك ليولد ومعه هيك خطيئة؟ الحب مو خطيئة أبدا، وأنا حملت من الشخص اللي بحبه، وين الغلط؟ عنيدة ورح تندم كتير على اللي سويتي. مو لحالك بتتحمل هالذنب، الحق علي أنا كمان. كان لازم امنع هالموضوع ووقفك عند حدك. بسبب السلطانة الأم هلأ مرضاني ويمكن تموت. يا ربي دخيلك، شو ساوي؟ شو لسه ما اجى اسكندر شلبي؟ خبرناه يا حضرة الباشا، شوي وبيجي. دستور! اهلا وسهلا يا سلطانة. اهلين فيك يا باشا. اجيت لهون مشان شوفها للسلطانة، يعني بتكون هلا متوترة على مرض مولاتي. ايه مزبوط هالشي، بس عزبتي حالك وجيتي، كنا رايحين على القصر. مو مشكلة، نرجع مع بعض. ماشي. سلطانة، ما بدي اياك تزعلي حالك، السلطانة الأم رح تكون منيحة. إذا ما طابت يا باشا؟ ما بيجوز تقولي هيك، لأنه نحن لازم ندعي لها لتقوم. أصلاً مو طالع بعيدنا شي تاني. سمعت إنه هاجمين على درة خانم باشا. مزبوط. هالوضع ما بينسكت عنه أبدا. كيف بيتجرأوا وبيعتدوا على مسؤولة الحرم لك؟ الموضوع ما لازم ينترك. طمني بالك يا سلطانة هيام، الفاعل رح نكمشه ونعقل. أي دور عليه بالقصر يا باشا، أنا متأكدة المجرم موجود بيناتنا. الحرم لك هلأ موجود فيه مجرم خطير كتير. يلا.
كوثر خانم. محمود آغا، بس ما يكون حدا شافكم. اطمني يا خانم، هدول اللي كانوا مع درة خانم وقت مسكناها ما لقيتوا غير هدول؟ نحن عطينا رجال حصتهم وبقي هدول معنا. خلي هالموضوع بيني وبينك، لأنه من هون ورايح رح يكون شغلنا مع بعض. اسمح لنا ندخل. ممنوع. ليش ممنوع؟ ست فريال انت تفضلي، بس درة خانم ممنوع ان تدخل. انت مين مفكر حالك حتى توقفنا هيك؟ انا مسؤولة الحرم لك وبدنا نفوت. بعتذر، في اوامر انه ممنوع تدخل. الموضوع مو بايدي يا خانم. شوفي يا ابني، مو معقول الست فريال، واخيرا شرفتي واجيتي لعنا. الكل عم يسال عنك، وين غايبه كل هالوقت؟ سنبل اغا، قول لهدول الحراس يسمحوا لدره خانم تفوت. مو معقول دره خانم؟ لك صحيح، هي انت؟ والله ما كنت عرفانك بنوب يا ست دره. انا سمعت باللي صار معكم من كام يوم وما هان علي، وزعلت من نص مصومة قلبي. سنبل آغا، بالأول خليهم يدخلوها وبعدين منحكي. لا والله، في أوامر من فوق ما بقدر. سنبل، جيت لحتى أشوف السلطانة الأم، فوتني لعندها أحسن لك. لا توقفني أكثر من هيك. حضرة إبراهيم باشا، أنا تحت أمرك يا باشا. اسكندر شلبي، شو هاد؟ فهمني شو هالورقة؟ هات اشرح لي لشوف. بس بخصوص شو يا باشا؟ طلبت منك مخصصات مليونين ذهبية لتجهز الحملة، مزبوط يا اسكندر شلبي؟ بس في هون نص المبلغ. هذا الحكي مزبوط يا باشا، بس يعني أنا برأيي إنه هالمبلغ مناسب للتجهيزات الأولية لحملتكم. فيك تفهمني مين طلب رأيك يا اسكندر؟ حضرتك مكلف إنه تعطيني شو ما بطلب منك وبس. يا باشا، أنتوا بتعرفوا إنه رح نقوم بحملة كبيرة. إيه. فمو من الواجب إنه نأخذ احتياطاتنا مشان لا سمح الله. اسكندر شلبي، قد ما بطلب منك لازم تدفعه، حتى لو الخزينة ما بتكفي، شغلتك إنه تدبر لي إياهم. معروف إنه حضرتك غني كتير، ما هيك؟ مع إنه ما حدا فينا بيعرف شو هو مصدر ثروتك. مصدر ثروتي كله معروف يا حضرة الباشا، وبعدين إذا الموضوع بيتعلق بمصير الدولة العلية، مو بس بدفع ثروتي وبدفع روحي كمان، مثل حضرتك تماما. شي يوم رح ذكرك بكلامك هاد، لأنكم كلكم بتنسوا وعودكم. سلطانة،
جيت لهون لأطمن عليكي وشوفك. شكرا لأنك اجيتي. ولا يهمك، لما ما شفتك هنيك خفت كتير. كيفك انتي؟ ان شاء الله وضعك احسن. وضعي بنوب مو منيح، خوفي على امي يوم عن يوم عم يزيد. الله يكون بعونه. بترجاكي يا درة خانم لا تخلي ولا مخلوق يشوفك مشان ما اتبهدل. ولا يهمك يا سنبل، بدي اطمن عليها بس. ست فريال؟ سلطانة؟ شو وين كنتي مختفية؟ هاتي احكي لي لشوف. كيف بتروحي وبتترك الحرم لك؟ سلطانة انتي بتعرفي الاحداث يلي صارت بالقصر. درة خانم؟ هلأ سافر بهي المخصصات يا باشا، وأنا إن شاء الله رح أمن لك الباقي وأبعت لك ياهم. أنت تجاوزت حدودك، إذا لسه بتقول شي لا تلوم إلا حالك. فهمتني غلط يا باشا، اليوم مستحيل أقدر أدبر لك ياهم. بكل الأحوال اليوم ما رح سافر لأن السلطان الأم مريضة، وهلأ روح بسرعة دبر لي المخصصات اللي طلبتها منك. أنا بأمرك يا باشا، وهلأ اسمح لي بدي روح. يلا روح. أنت كيف بتتجرأ وبتيجي لهون؟ سامحيني يا سلطانة، أنا أجيت زور السلطانة الأم وأطمن عليها، بتمنى لو تسمحي لي. مو الحق عليكي سنبل، أنت كيف بتفوتها على القصر؟ ما بتعرف إنه ممنوع تفوت لهون؟ والله أنا سلطانة، سنبل ما إله دخل بنوب، بأمر مني دخلوها. وأنت شو دخلك لحتى تأمري بهيك موضوع؟ ليش أنت مين بتكوني؟ درة خانم تقلعت لأن ارتكبت ذنب، كيف بتعصي الأوامر وبتفوتيها لهون؟ سلطانة، الست درة مرقت بظروف كتير صعبة. هالموضوع ما بيهمني أبداً. الست درة هلأ مو من الحرم ليك، وما بصير إنها تفوت على هالقصر وخاصة بهالطريقة. يلا طلعوا لبرا، ولا تفكر تيجي مرة تانية. هي بدها تشوف السلطانة الأم وتروح فوراً. كوسر، طالعيها من هون. يلا على شغلكم أنت وياه، ما بدي اشوف حدا من هلا ورايح قاعد بلا شغل. مو عرفانة شو ساوي، حاسة رح موت من الخوف، بلكي ماتت لا سمح الله. اصحك تحكي هيك، المفروض انه نحن ندعي لها. لازم حضرتك تكوني قوية وما تضعفي. انا ماني قدرانة اكون قوية، إن شاء الله ما تموت. طول الليل عم بدعي لربي إنه ما يصير لشي. آمين. سلطانة، كان في شغلة. درة خانم هي رفيقة عمرها للسلطانة، يعني إذا بترجع وجودها كتير مهم بهالوقت. بس ناهي الدوران مو موافقة، يعني أنتي بتعرفي منيح شو بدها. لو تشوفيها من هلأ عم بتدير الحرم لك وتعطي أوامر. ناهي الدوران بتدور على المشاكل، مشان موضوع الست درة قولي لمولاي السلطان. عفواً مولاتي السلطانة. جاهزة العرباية إدريس؟ جاهزة سلطانة. منيح، أنا رح روح جيب الأولاد، إذا بدك سبقيني. سلطانة، في موضوع كتير مهم ولازم أقوله لحضرتك لو سمحتي.
مو وقته أدريس آغا، أجله هلأ. اسمعيني سلطانة. قلت لك بعدين. أنت شو مشكلتك؟ شو هو الموضوع؟ هات لشوف، احكي لي. ولا شي سلطانة. كيف يعني؟ سمعتك شو قلت؟ شو أنت عم تكذب علي؟ سلطانة أنا... إبراهيم باشا، شو حكيت مع فريال؟ عرفت مين اللي خبرها للسلطانة الأم؟ عرفته يا باشا. اللي مخبرها للسلطانة الأم هو إدريس آغا، وهو اللي عم بيراقبك كل الوقت. إدريس آغا، واضح إنك مخبي شي مهم. الباشا له علاقة شي؟ والله ما بعرف شو بدي أقول. قول شو في. ضميري ماني مرتاح يا سلطانة، صار لي يومين ما عم بقدر نام. بلكي حضرتك بتلاقي لي حل لهالموضوع، لأنه أنا مو قادرة أتحمل أكتر من هيك. اللي صار للسلطانة الأم كان بسبب... شو وين السلطانة خديجة؟ يعني لسه ما نزلت؟ راحت تجيب الأولاد وأنا عم استناها هون، لأنه العرباية صارت جاهزة. عن إذنكم لكن رح أطلع قبلكم. إدريس آغا يلا جهز العرباية. في شي سلطانة؟ ولا شي، شو بده يكون في؟ طيب مريم، اللي بالقصر مثل ما بيقولوا، كل واحد حسب عمله بيتحاسب. الله وحده بيعرف قدي في ناس أبرياء بالقصر تبهدلوا بسببك. عن جد وضعك زعلني، وجعني قلبي عليك. مربية السلطان العظيمة شوفوا شو صار فيها. المشكلة إنه أنا في بقلبي رحمة، إذا بتركعي وبتطلبي العفو مني هلا، فوتك لجوا لتشوفي مولاتي. زتوها برا. يعني هيك أحسن لك؟ سكتي يا فاطمة، والله بعملك ميت شقفة إذا سمعت منك كلمة. بنشوف يا كوثر. الله يشفيكي ويكون بعونك يا مولاتي السلطانة. إن شاء الله بتقومي بالسلامة عن قريب.
كل أمير بيولد بيكون شريك بالسلطة، لهيك بيكبر مع الموت وبيكون دائما عين مفتحة وعين مغمضة وأدان طرشه والتاني فيها صوت العصافير، بيكون بإيده السيف وبإيده التاني ماسك باقة ورد ورجل فوق الأرض والتاني تحت الأرض. كل أمير بيولد هو شريك بالسلطة، بيكبر ومعه هالمسؤولية والبراءة جواته، جاهل بغدر الزمن، قلبه مليان بالمحبة، بعيد عن الطمع والكراهية، ما بينسى هداك اليوم، اليوم بتغير فيه القدر، وجودك جنبي حماني وبغير طريقي. صباح الخير مولاتي، عيد مبارك سلطانة. وعليك يا سليمان، وإن شاء الله يجعل نصيبك تشوف الأعياد الجاية بالصحة والسلامة. آمين. بهداك اليوم ست الكل السلطانة عايشة حفصة، كشفت محاولة تنحيتي عن العرش وابعادي عن السلطة. إبراهيم، جناب الأمير، حاجب الوزير يونس باشا مبعوث لهون وطالب يشوفك، ومبعوث من قبل السلطان سليم يا أمير، وحامل لحضرتك هدية. خليه يجي. سليمان يا ابني البطل، مع الأسف أنا هلأ بعيد عنك، كنت بتمنى أنه نكون سوا بعيد الأضحى المبارك. بعثت لك هدية، وهالهدية يمكن ما يكون إلى قيمة، هي تعبير عن شوقي لشوفتك ولحبي الكبير لإلك. بتمنى أنك تستخدمها بهاليوم المبارك مشان تحس بوجودي معك على طول يا أمير الدولة العثمانية العلي. تعطيني اياها رح البسه. سليمان، قلبي مو مرتاح بنوب، اوعك تلبسه. ليش يا سلطانة؟ شو في خير ان شاء الله؟
انت البسه. ليش يا سلطانة؟ حابة اشوفه عليك بالاول قبل ما يلبسه الامير. بس يا سلطانة، هذا معمول خصوصي لجناب الامير سليمان من جلالة السلطان، ما بيصير البسه. قلت لك البسه. يلا البسه لشوف، نفذ اوامر السلطانة. يا امير نفذ. الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن العبد دائما خطاء. في ذلك اليوم السلطان الأم ألبست القفطان المبعوث حسن، وتلوثت الأرض في قصر مانيسا بالدم المسموم. الذي أرسل لي الهدية يراني أحدا من خصومه ومنافسيه الأقوياء على السلطة. السلطان يطلب من ابنه أن يكون عادلا وشجاعا وحكيما، ولكن في بعض الأحيان هو لا يسمع صوته من ضجيج السلطة. لا تنحرف عن العدالة حتى لو ارتفع صوت الضجيج يا سليمان. لا تجعل انفعالاتك تتحكم بقراراتك أبدا. حكم عقلك وضميرك دائما. إياك أن تجعل الإحساس بالمنافسة على السلطة يتحكم بك. تخلى عن البهرجة وتمسك بجوهرك النقي. تخلى عن كل الأشياء الفانية. تخلى عن القفطان المزين بالجواهر، وابحث عن السكينة في داخلك. وإن استطعت تخلى عن الكفن. بالنهاية هذا الجسد هو أمانة الروح، فتخلى عن جسدك يا سليمان. بابا مصطفى، أنت منيح مولاي؟ السلطانة كيف صار وضعها؟ لسه وضعها مثل ما هو. مولاي، أنت بشو شارد؟ الخوف يا مصطفى. بس مو الخوف من الموت، لأنه نحن خلقنا من التراب ورح نرجع على التراب بالنهاية. بس أنا خوفي يا ابني إني أفقد عيون أمي للأبد. عيون أمي هن مرايتي وذاكرتي. أنا كل مرة بتطلع فيهن يا مصطفى بشوف حالي وبشوف أبي السلطان سليم الله يرحمه، وعلى طول أنا مشتاق له يا مصطفى. اشتاق لكل لحظة، لغضبه وكمان لأسوته معي، وبشتاق لجرأته كمان وعدالته وحكمته اللي ما بنساها بنوب. أبي كان على طول يتحلى بالقوة والصبر، وكان على طول غامرنا بعطفه وكرمه. أبي اللي تركنا بيوم صباحية العيد أنا مشتاق له.
سلطانة، قالوا لي طالبة تشوفيني. أنت ما رح تعقلي أبداً يا كوثر. سلطانة، أنا سويت شي غلط؟ أنت أصلاً وجودك من الأساس غلط. أنا مو سبق وسألتك؟ قلت لك إلك علاقة باللي صار مع درة؟ حلفتي وقلتي لي لا. بكتشف اليوم إنه أنت ورا كل هالقصة يا كوثر. لا يا سلطانة، نهائياً هذا كذب كله. بتصدقي إني ساوي هيك بالست درة يا سلطانة؟ فاطمة، ممكن افهم شو هذا الكيس؟ سليمان، والله انا مو قدراني اشوفك بهالحاله. بحس حالي رح موت وقت شوفك هيك مقهور. انت اهتمي بخديجه وبس. طول النهار وأنا معها، بالزور اللي خليتها تروح على قصرها. بتكون نامت والست ألفت موجودة عندها. مو معقول الوضع يضل هيك. وضع السلطانة صار معروف، وأنا عن جد حزينة كتير على مولاتي. مو لازم يعني إنه نحنا ندور على وحدة تهتم منيح بمولاتي؟ كنا نوثق بالست درة. معك حق، والله ما في غيرها. وجودها بيساعدنا كتير، كمان بتساعد فريال بالحرم لك يا سلطان. شو رأيك سليمان اني رجعها؟ انا ساويت هيك بس مشان ما تفكر ترجع على القصر ابدا. انت مين حدا تساوي هيك شغله بدون ما ترجعي لي؟ حدا طلب منك؟ جاوبيني لك. هاي المره اللي تعديتي عليها قد امك، انت كيف بتبعتي ناس لحتى يقتلوها؟ انت طلعتي داهيه يا كوثر. والله بعتذر يا سلطانه، سامحيني. خلص والله بوعدك، مستحيل عيدها مرة تانية. أصلاً ما عاد في مرة تانية. أنا ما عاد بدي أشوف وشك هون نهائياً. سلطانة، ما بتسامحيني؟ الله يوفقك ارحميني. مو أول مرة بتساوي هيك شيء، صاروا 100 مرة. ماني مستعدة أتحمل أخطائك على طول. أنا ما عندي مشكلة غيرك، مفكرة؟ طلعي، أنا ما عاد دخلني فيك بنوب. قلت لك انقلعي من هون. ادخل. هي فريال يا باشا. روح انت يا سنبل، خليني انا وفريال لحالنا. باشا انا لا تقولي ولا كلمة. خلص، الموضوع أنا فكرت فيه. اسمعي منيح، بكرة الصبح رح يجي لعند بيتك الآغا بكر، ورح ياخدك ويوصلك لعند أخي على منطقة ساماندرا. معقول روح يا باشا؟ وجودك هون صار خطر ولازم تروحي. ما منعرف بكرة شو رح يصير. روحي قبل ما نوع بمصيبة. تعرف إنه أنا مستحيل أرفض لك طلب، بس يعني كيف بدي روح؟ شو مشان الوظيفة الجديدة؟ وانت شو رح تساوي؟ هلأ يا فريال، فكري بالأول انه تخلصي روحك، وانا بهتم بالباقي. وبس تهدى الأمور انا ببعت حدا يجيبك. لنفترض انه السلطانة ما فاقت، إدريس آغا ممكن يفضحنا، بلكي حكى الموضوع لحدا. كوني مطمنة يا فريال، خلصت منه.
سلطانة. شو وئام؟ شو عرفت؟ وينو إدريس آغا؟ والله ما لقيته يا سلطانة، مانو بالقصر، وسألت عنه كل يلي بيعرفوا، ولا واحد منهم شافه، يعني كأنه انشقت الأرض وبلعته. في شي عم بصير يا وئام، فتح عيونك وأدنيك منيح، إبراهيم إله علاقة بالقصة، يا أما في شي عم بيحاول يخبيه. حكيتي بموضوع درخانه مع السلطان؟ سلطانة، ما قلت لك ما بدي اشوف وشك؟ من شوي قلعتك من هون بكل وقاحة راجع لعندي. سلطانة، عندي خبر كتير مهم لهيك اجيت. شو هالخبر؟ مولاي السلطان أمر يرجعوا ست درة على القصر، وعم بيقولوا انه بكرة رح ترجع. شو عم تقولي؟ هالموضوع أكيد؟ أنا سمعتهم بإذني، ولاي السلطان أمره لسنبل بالذات، وكانت السلطانة هي، وبظن هي ورا الموضوع. سلطانة، يمكن يكونوا بدهم يسلموها الحرم لك، يعني بيكون جلالة السلطان عرف شو صار معه وشفق عليها. الله لا يعطيك العافية يا كوثر، انبسطتي هلأ؟ رح يرجعوها لهون من ورا اللي ساويتي. تهجمت عليها للمرة وهي السلطان حن عليها ورجعها. فاطمة، خديها من وشي. سلطانة، اعفي عني وسامحيني، بترجاكي لا تتخلي عني يا سلطانة. إذا ركعتي وترجيتيني، بحاول خلي السلطانة ترجعك. درخانو، انتي شو جابك لهون هلأ؟ تحججت وقلت لهم بدي جيب اغراضي. انتي كيفك؟ انتي ما دخلك، ضب اغراضك ورجعي على القصر. مو ناوية ارجع على القصر، اتفقت مع الباشا. قلتي له انك حامل شي يا فريال؟ لا والله ما قدرت، خفت انه يطلب مني نزله وانا ما بدي نزله، يعني اجلت ليرجع من السفر، وقتها اكيد رح خبره. رح يجي بكره الصبح واحد لهون، ورح روح معه مشان اقعد بسماندرا عند اخوه للباشا. يعني الباشا لساته بيحبني. عن جد انت غبيه، حبك لالو عمالك عيونك. صدقتي كلامه؟ ليش لحتى ما صدق؟ يعني شو بعرفك انه ما رح يقتلوكي على الطريق؟ واضح انه بدهم يتخلصوا منك. لا مو صحيح هالشي، الباشا ما بيساويها بنوب. مدام واثقه ومانك خايفه روحي، لشوف ثقتك شو رح تنفعك. سلطانة، حاجي بكي، إن شاء الله الأمور رح تتحسن. حكيته للسلطان يا إبراهيم؟ حكيته، أمرني إنه بكرة الصبح لازم أنطلق. شو بدي ساوي بدونك إبراهيم؟ أنا بحاجة إنك تكون واقف جنبي، وخصوصاً بهالوضع. البلد فيها عصيان يا سلطانة، ولازم أتدخل فوراً، وإلا الموضوع رح يكبر ونتأذى من ورا الشي. نحن حكينا من قبل بهالموضوع، وإنتي وعدتيني، قلتيلي رح تكوني هادية وقوية بغيابي، وإذا مو مشاني مشان ولادنا. مو معقول اللي عم يصير، فجأة السلطانة مرضت وما حدا بيعرف شو هو السبب.
يا خاينة، انت شو مفكرة حالك لتساوي فيني هيك؟ انا عم بعمل واجبي اتجاه السلطانة. فكرك انا مو عارفة لوين بدك توصلي؟ بنصحك لا تحاولي، ما رح تاخدي مكاني. اخدته ومشي الحال، هلأ روحي من هون. والله إذا بتعيديها لأخنقك بإيدي كوثر، رح تكوني تحت إمرتي من هون ورايح. روحي من وشي بقى ولا تساوي شي من شان ما تتقلعي من القصر. شوفي من على بكرة الصبح. انتو مين؟ اجينا مشان الست فريال، هي إلها خبر انه نحن جايين ناخدها. فريال مو هون هلأ، راحت. لوين راحت؟ لازم تكون هون عم تستنانا. والله ما عندي علم بهالشي منوب، راحت. بس انتو مين؟ ومين اللي بعتكن؟ شو ما سمعتوني؟ قلتلكم مو هون. لا تحاولي تمنعينا يا خانو، منعرف انه جوا. اللي عم تساووه مو مقبول، ما بيصير تدخلوا على بيت مرة هيك، هالشي عيب. بدنا ناخد الست فريال معنا. قلتلك مو هون، شو ما عم تفهموا؟ ما في حدا، البيت فاضي. صدقت هلا؟ وين الست فريال؟ لوين راحت؟ فوتوا حطوا الغراض جوا، أنا رح روح على الحرم لك. أمرك فريال خانو. يلا، ما بدي أشوف ولا واحدة منكم قاعدة بدون شغل. ست فريال، شو رجعتي أخيراً؟ دورت عليك كتير بس ما لقيتك. كنت تاركة كم غرض بالبيت، رحت جبتهم. أمني حتير، اللي لي لازمك شي مساعدة؟ شكراً وئام، صاروا بالغرفة. مبسوطة على الشي اللي صار اليوم؟ ليش شو صار؟ فائت السلطانة يعني؟ للأسف لسه. القصة تتعلق بدرة خانم، نعفى عنها رح ترجع. يلا يا بنات بسرعة لشوف. في شي تغيير يا ألفت؟ فائت شي؟ ما في أي تغيير بنوب، لسه تعوضة. ألفت روحي ارتاحي، يلا حضل أنا هون. ما فيني روح وارتاح حتى تقوم بالسلامة. أمي، الحمد لله انك اجيت. اشتقت لك كتير يا سلطان. سلطانة عايشة، سلطانة قلبي، كل يوم عم تزيدي جمال عن اللي قبله. ما برتاح حتى شوف جمال عيونك يا سلطانة، بس شوف وشك وطلتك البهية بعرف قديش انا انسان محظوظ.
وبس بعد عنك يا سلطانة بحس حالي حزين ومهموم، وبنظرة واحدة من عيونك بفرح وبنسى هموم الدنيا وما فيها. أمي السلطانة فتحت عيونها يا ألفت. شوفي ألفت، ألف حمد وشكر لك يا رب أنك استجبت لدعائنا. Oh, my God.